عند حاب محجوبة، عفوا عفوا، عند حليمة كانت جاية عندها، ملي وصلت لحدا الباب ديالها دقات انفو حلات عليها، طاحت حدا الباب. هنايا حليمة بدات كتغوص، بدات كتقول عشقوني الجيران. من بعد غادي ارجعوا لينا المونة اللي شافت سعد وجات البلاصة فين كان جالس، غادي تلقى الكتاب ديالو. غادي يقول ليها واش كتقلبي على شي حد، غادي تقولوا اه، غادي تعنقوا، غادي يقول ليها بنتي ليا بحال كضحكي اول مره، غادي نشوفك كضحكي، غتقول له اه حيت اول مره كنشوف شي انسان اللي كيبغيني او بغيت نقول لك زعما كيبغي ليا الخير. غادي يقول لها خلي غير هذيك اللي قلتي الاولى حتى هي مزيانه. من بعد غادي يقول لها فعلا انا راني كنبغيك ملي كنا صغار، حيت كنت انت الانسانه الوحيده في هاد الدار اللي كتبغي ليا الخير وكت يعني كتساعديني. من بعد غادي يجبد واحد الكرتونه ديال الشكلاط وغادي يعطيها ليها. من بعد غادي يتذكر فاش كانوا صغار، فاش كانت كتجلس معاه وكتعطيه الشوكولا ديالها باش ياكلو. غادي تقول له هي يا انا والله ما بقيت عاقله بزاف. من بعد غادي تبان ليها الباس والماما تسعد جايه، هي منى غادي تمشي كتجري. الباس غتقول لولدها سعد مال منى غادي كتجري وكتضحك. غادي يقول لها علاش مالها ما تضحكش. غادي يقول لها غادي تقول لا لا بالي عجب حيت مع عمرها ما ضحكات. غادي يقول لها حتى هي انا من حقها انها تضحك. غادي تقول له هي يا المهم ولدي ديها في قرايتك وحمر لي وجهي. غادي يقول لها كوني هانية الوالدة، وغادي يبوس لها في راسها. تقول له واش فيك الجوع؟ غادي يقول لها لا لا انا راني مرتاح بحال ما هكا. وغتمشي ماما وسعد غادي يبقى كيشوف هو فرحان. من بعد بينو ان عايدة جات عند هشام للدار كتسنى في حدا باب الدار. غادي يقول ليها شنو كجاية كديري ثاني هنايا واش ما كتعياش؟ غتقول له شكون هي هاد نادر راكم جيتو مع بعضياتكم. غادي تجبد التليفون ديالو وتوري التصاور، تقول له انا اللي صورتك بيدي هاد التصاور هادو. غتقول له غادي نحيح عليكم انتوما بجوج بكم، لما قلت لي شنو العلاقه ديالك ما بينك وما بين نادا. غادي يقول لها انا ده غير خدامه معايا، ما كاين حتى شي حاجه بيناتنا. غتقول له خدامه معاك هي دا الا مشيتي دابا وعرفتيني عليها. تقول لها ميمكنش لي نديك نعرفك عليها. غتقول له صافي ماشي مشكل، انا غنمشي عندها ونعرف على راسي. غادي يقول لها شوفي عايده، راه الا مشيتي عندها غتخسري لي كاع المخطط ديالي، وما عمرك ما غتبقاي تشوفيني ولا تشوفي هاد الوجه. تقول لها تثقي فيا. تقول له شوف انا راه ما يمكنش لي نثق فيك، والله الا ما عاودتي ليا كلشي داكشي اللي عارف وكلشي داكشي اللي كتخطط له ما نثق فيك. غتخرج هنا غتجي هند وغتقول لها راه قال لك ثقي فيه. وغتقول له لما بغيتيش تثقي فيها لا لا راه الباب قدامك سيري في حالك. وغادي تقول له المهم غادي تقول ليها الا كنتي كتبغي خليه يتنفس شويه، خليه ياخد راحته ما تبقايش غير حاضيه. تقول ليها وزيدون راه الا كنتم كتابين لبعضياتكم انا اللي غنجي لداركم وغنجيبك لهنايا. المهم وغادي تقول ليها وكان وعدك باللي هشام اللي ما تزوجش بيك انت ما غادي تزوج بحتى شي واحده اخرى. غتقول ليها صافي واخا وغادي تمشي عايده، وهي حيت عايده كتخاف من هند. ملي غادي تمشي هند غادي تقول لخوها هشام والله الا مصيبه هادي ما كتعياش. من بعد غادي يرجعوا لينا اليوسف كيهضر مع عائشة وبنتها سالمة، يعني كيوريهم في المشروع ديالو اللي دار جديد. سالمة غتقول ليها فعلا هادشي زوين بزاف، حتى عائشة تقول له اعجبني المشروع. بعد سالمة غادي تقول لهم انا ياك سال الاجتماع انا خاصني نمشي. تقول لها صافي سيري بنتي. بس بقى عائشة هي ويوسف. غادي تقول له عائشة والله الا عجبني بزاف هاد المشروع ديالك. غتقول له هاد المشروع انت اللي غادي تقدمه للشركاء ديالنا في الشركة بنفسك. غادي المهم وغادي يقول لها واخا، تقول له نهار الجمعة غادي نطريك باش انك تمشي تعشى معايا باش توريهم المشروع ديالك. غتقول المهم دابا غادي تمشي عند السكرتير باش انك تشد الشيك ديالك. غادي يقول لها ولكن، غتقول له ما كاين ولا ما ولكن، صافي دابا راك خدمتي معانا وغادي تبدا تشد الخلصة ديالك. غادي يقول لها شكرا لك بزاف مدام على الثقة ديالك اللي درتي فيها. ملي غادي يمشي عائشة غتبقى تشوفه كضحك، يعني كيعجبها يوسف. بعد تبينو لينا هند اللي مشات للشركة كانت كتشوف الوراق ديالها. بعد غادي تلاقى مع بوشعيب.
غادي تلقى بيه بدون شعور، غتقول له انت شنو كدير هنا، شنو جابك للشركه ديالي. غادي تقول ليها واش انت هي مدام هند، انا راني خدام هنايا. غادي تقول شكون اللي خدمك ومع من تشاور هنايا بوشعيب. غادي يبقى غير يشوف فيها، حيت ردة الفعل ديالها كانت قبيحه معاه. المهم غادي يجي دريس، غادي يقول لها ياك لاباس شنو كاين. غتقول له لا، غير كنت كنهضر مع السي بوشعيب واول مره كنشوفه هنايا، وقلت كون هذا اللي خدمه بلا شواري. غادي يقول لها هذا راه خو حبيبه. غتقول له اه صافي، تشرفت بك السي بوشعيب. غادي يقول لها حتى انا. وغيبقى غير يشوف فيها. من بعد غادي تمشي هند، غادي يبقى دريس مع بوشعيب. غادي يقول له سير ارجع انت لخدمتك. ملي غادي يمشي دريس، بوشعيب غيبقى واقف وغادي يقول هادي مالها، انت درت التصرف هذا. من بعد غادي يبينوا لينا يوسف كيحاول انه يصوني على سالمة. من بعد غادي تجاوبو في التليفون، غادي يقول لها كي دايره سالمة، صباح الخير. غتقول صباح النور صافا عليا. المهم من بعد غادي يقول لها بغيت نشوفك في العشية، بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم، واحد المفاجأة. تقول واش المفاجأة؟ واش لقيتي اختي مالك؟ غادي يقول لها لا ماشي اختك مالك، ولكن واحد الموضوع حتى هو مهم بغيت نهضر معاك فيه. غادي تقول له صافي دوز في الليل ديني، انا ما عندي حتى شي حاجة. المهم غادي يقطع التليفون، غادي يجبد الخاتم، غادي يبقى يشوف فيه حيت هو كان باغي يعرض يطلب منها الزواج. من بعد غادي يبينوا لينا مريم رجعات هي وحليمة من عند الطبيب. غادي تقول لها حليمة والله الا طيرتيها مني خلعة، فاش تحساب نسي ديك الطيحة، الحمد لله ملي خرجات غير طريفة. هنا مريم تبقى فرحانة وكتشوف دوك التصاور اللي عطاوها ديال البيبي ديالها، حيت هي حاملة. مهم وهي فرحانة بزاف. من بعد غادي تبقى حليمة غادي تقول لها فرحت لك بزاف، حتى هي غادي تقول لها حتى انا فرحت. تقول لها خاصك تقولها لراجلك. غتقول لها لا ما نقولهالوش دابا، غادي ندير له مفاجأة وغادي نقولها ليه. من بعد غادي يرجعوا لنا العائشة غادة خارجة من الشركة، غادي تدوز عند يوسف، غادي تقول له يلا بغيتك تمشي معايا لواحد البلاصة دابا. غادي يقول لها واخا مدام. غتقول له عاوتاني مدام، متبقاش تقول لي مدام. بعد غادي يبينوا لينا هند كتهضر في التليفون مع خوها هشام. غادي تقول له عرفتي هاد المصيبة، هذا لقيته خدام معايا في الشركة، ما نستحملش انني نبقى نشوف فيه صباح وعشية، ان فوا كنشوفو كنبغي انني نقتلو. لا هشام غادي يبقى يقولها تهدنا اختي وما دير في بالك والو، ما تبقاش دير دوك التصرفات الانفعالية حيت غادي يعيقو بيك. وغادي يقولها هادي راه فرصة جاتنا. غادي تقول له هي ولكن انت خويا هشام، انا ما كاينش في بلاصتي باش تحس بيا ولا تحس بهذا الشيء هذا اللي كان مر به. غادي يقول له ولكن خاصك تضبط راسك، حيت هذه هي الفرصه باش اننا ننتقم منهم واحد بواحد. نادا غتكون داخله المكتب ديال هشام وغادي تسمعوا فاش قال ليها غادي ننتقم منهم واحد بواحد. هنا غيقطع، غيقول لخصو صافي اختي من بعد وغادي نهضروا. هنايا غادي تقول له ندى ليك لاباس كون هادو اللي بغيت ننتقم منهم واحد بواحد. غادي يقول لها لا لا، غير شي وحدين من العائلة، عندنا شي مشاكل عائلية وكنحلوهم. من بعد غادي ينوض عندها وغادي تقول له اسمح لي بعد دخلت بلا ما نستأذن. غادي يقول لها لا لا دخلي، راه من حقك، راه هادشي كله ديالك. من بعد غادي يقول لها انا دابا بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم. غادي تقول له مرحبا دوي. غادي يقول لها بغينا نجيو عندكم انا واختي في العشي في الليل. غتقول له مرحبا بكم جيو. غادي يقول لها ولكن ظن ما فهمتينيش. غتقول له ما فهمتش مزيان ولكن شرح لي اكثر. غادي يقول لها احنا راه بغينا نجيو انا نخطبوك من عند باباك وماماك. وغادي يقول لها انا كنبغيك من شحال هادي. وقيلة غادي يقول لها ياك ما زربت؟ تقول له لا لا ما زربتيش، بالعكس عطلتي، حيت حتى انا راني كنبغيك وبغيتك تجي تهضر مع دارنا. من بعد غادي يرجعوا لينا الهند ودريس جالسين مع المستثمرين ديالهم في الشركة. هند كتقول لي غتقول لهم كنظن حنا عطيناكم واحد الثمن اللي هو جد مناسب ليكم. غادي يقول لها ولكن كيبان لي الثمن قليل. غادي يقول لدريس شنو بالك السي دريس؟ غادي يقول له دريس كنظن ان مدام هند عندها الحق. غتقول لهم هند اصلا لا تشاركوا معنا حنا، اللهم شي واحد كتعرفوا ولا شي واحد ما كتعرفوش. المهم غادي يقول لها المستثمر صافي واخا،
غادي تقول لي كنتمنى انك تجي عندي في العشيه، راه كيلبسي ساعه ديال الشركه ديالنا الجديده. هتقول لي هند صافي واخا، وغادي تقول لهم يلا نستأذنكم نمشيو. هند غادي تدور عند ادريس وغادي تقول لها من الاحسن لك بلا ما تمشي بحال دوك العرادة تركم فيهم غير قوه الصداع وقوه الناس. هتقول له لا انا اصلا ما كنتش غاده حيت راني معروضه. غادي تقول لها فين معروضه ياك لاباس؟ تقول لي معروضه عندك. غادي يبقى يضحك وغادي يقول لها كيفاش معروضة عندي؟ ياك ما جاية تخطبيني. غادي تقول له لا انا ما جايش نخطبك، ولكن قضية فيها خطوبة، غادي نجي باش نخطب خويا هشام بنت كنادة، لا قبلتي عليا. غادي تقول له مرحبا بكم الله يا ودي. من بعد غادي يرجعو يبينو ان حبيبة كتهضر مع بنتها ندى. غتقول ليها دابا انت حتى قررتي هتجي كتقولي لي انايا باللي غادي يجيو يخطبوك، علاش ما قلتيها ليش من قبل؟ اصلا هادوك ما كنعرفو عليهم والو، ما كنعرفو لا نفصلهم لا نفصلهم لا حتى شي حاجه. هتقول ليها بنتها انا وهشام كنبغيو بعضياتنا مامو، داكشي ديال الاصل المفصل ما كيهمنيش. هتقول لي انا ما كتصرفش ليا ديك اختو، خاصني حتى نعرفها ونعرف عائلتها ونعرفها منين جايه وشنو باغا منا. هتقول لها ماما داكشي كامل ما كيهمنيش انا. ماما غادي تقول لها ولا الخطوبه